وين ماشي خالد؟ يعني نعمل كود ولا ناخذ 5000 فوتشر؟ نبداو نهارنا اليوم ناخذ 5000 فوتشر. فهمني؟ فايسور صباح الفل. تعطينا 5000 فوتشر يا اخوي. عديلي عديلي. هذا ساعة بوعوينا المحرك نتاع حومتنا. كلبوسي. ماشي سير كلبوسي الأمور. والله تنجم تقول ماشي تنجم تقول لا. بالله. والله. قل الحمد لله. لا الحمد لله ما كنتش فضل ربي. الحمد لله. هيا برا نعملوا قهوة عاد قهوة الحمد لله بعد حاتم فهمتني؟ فهمتني؟ السوق أو حافل اليوم نهار حد فهمتني؟ والناس كلها تبيع وما فما حد يشري. فهمتني؟ هيا برا نعمل طلة في السوق برا. هاي نعم توي. تو تلقاني في الفيسبوك. خذ تربي العشيه تلقاه في الفيسبوك ان شاء الله. خذ تربي لاباس دول اخويا. والله في خير ونعمه. هذاك الفايده بقتلهم خلي يتفكروني. لا شو انا ميت ولا حي. نزلت البركة الله يستر. عم الطاهر عم الطاهر ويبقى بسلام بير كسكروت عند عم الطاهر ما تحكيش فهمني. تاريخ قل له التاريخ. عايشك عايشك سام عايشك يا كريم عايشك لباس عم مرزوقة. عايشك عم مرزوقة. ركبكم تصفيق الزام اليوم. لا لباس 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 قلت ربي تخسر ونهرب عليك. الحمد لله تصوير للمعلم. المعلم رمز من رموز باب السلام وزوق جديد. تتذكر وقت احنا صغير خذيت كلعبه وكسرتها من هنا. انا كنت اخذ من وحدك العجله ونبدا نكركر فيها. يا حسره وقتها كنا بهيل يعطوك عجله تكركرها ولا عايش ربي يفضلك اخوي. عايش ربي يفضلك. حسره يا حلفوين يا حسره على الحلفوين. حلفوين مشيت جت ستها كانت حضاره. زلمة نقصد الحلفوين والله جلمة. ريتك في الحلفوين. ريتك ما نعرف وين. بعد قاوة سيدي عمارة. البلاصة هذيك كان تتكلم ذكرني برجل خاتي الله يرحمه. الله يخليها نبي. أيامات التالي كنا عاملين جو ناصبين وشيخين. الحلفوين. هو انا نعمل شوية فيديوش نهبطو على الباس انت ولا ليه؟ الباس سيدي عبد السلام هذا هو ولد حومتنا ما هو ولا ولد الحلفوين تو صحيح قيدوه صحيح رجلوا الامور صحيح برحتوا بيه ما هو الجمهور نحن نتفرجوا عليكم هيا وكاوك الجمهور اقصوا لنا شوية الجمهور نصلي على النبي الباس باب سيدي عبد السلام خذوا معايا نزل احسن لي جاي هذاك عز حجام في الحومه سيدي فهمتني فهمتني اغزلك ينقش ريت مصلي على النبي اوكي باش بيبسي دي عبد السلام الربط احلى زده ولاد حومتي اه وكنتيش وحمر غاليين يا حسن على الاقبال يا حسن نعمل غطسة حمامة نعمل غطسة حمام سيدي عبد السلام هذا حمام الحومة سيدي حمام حومتنا يا
الليل هذاك اب عن جد هنا فهمتني ولا ليه؟ يرحم عم القيس والله تعيش وترحم انا بيرحم هاي برا نجينا من غزه تصور عمك سالم من غزه هذه الحانوت عندها 50 سنه هنا فهمني هذاك ما نعرفش قديش عنده الحانوت عندها 50 سنه فهمني هنا سي علي هذاك ومكشخ الباهي فيه اليوم مكشخ ايه ها سيدي او قالك يحبوا يكملوا الرتور كل سي حسن حمدون فهمتني ربي يبارك لك تو عملت بكم دوره هكا في سيدي عبد السلام باش تتفرجوا في عاز فيديو كي تذكركم صغركم وتذكركم بالحاجات الزمنيه وحاجات القديمه وكبارات الحومه وما تنساش باش تعملوا جيم في باج باب سيدي عبد السلام الربط وتابعوني على اليوتيوب تويسا فيك محمد هرلي